هذا وقد أجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء مع سيمون سيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك على هامش المؤتمر. في هذه الدورة كوب 27 ثبت أن التعاون متعدد الأفراد لا زال موجودا في هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة. لقد كان الأمر معقدا، لكن الأطراف تمكنت من أن تصل إلى المساحة السياسية لمناقشة بعض الأشياء الصعبة والنتائج، خاصة وضع الخسائر والأضرار على جدول الأعمال. والبعض يرى أن هذا إنجاز في حد ذاته، وهناك نتائج أيضا، حيث سيتم إنشاء صندوق يتعامل مع مسائل الخسائر والأضرار في كوب 27، وهذا إنجاز تاريخي وحوار كان مستمرا منذ عقود بلا نتائج. وهنا في شرم الشيخ تحقق الإنجاز، لذا هذا إنجاز لمساعدة كل الدول الأكثر تعرضا للخطر في العالم، وهذه علامة إيجابية. الدول المانحة سوف تكون منفتحة ومستعدة للقيام بالالتزامات الضرورية وتوفير التمويل وإنشاء المؤسسات التمويلية التي نحتاج إليها، والموارد المطلوبة للقيام بهذا ملحوظة وكبيرة، ووضع الآليات يجب أن يكون للتأكد من أن النماذج تطبق. هذه أشياء فنية يجب أن يتم، هذه أشياء فنية يجب أن يتم الالتزام بها، لكن الإرادة والالتزام للقيام بهذا نتائج مهمة، وكذلك هناك مسار الدول النامية التي كانت تطلب هذا على مدار عقود، وهذه الدعوات تم التعامل معها الآن، وهذا يساعد في بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة. نعرف أين تكمن المسؤوليات الآن الخاصة بأين وصلنا فيما يتعلق بأزمة المناخ، ونعرف كذلك ما هي الموارد التي نحتاج إليها. والآن تم إنشاء هذا المرفق، والتحدي الآن هو أن يتم تشغيله. هناك كثير من العمل، وكذلك وجود سكرتارية ولديها دور لكي تلعبه لتنفيذ هذه الخطوات القادمة، بالإضافة إلى العمل مع الكيانات الأخرى، سواء كان هذا في كوب 28 عندما يبدأ هذا الصندوق في العمل ويدخل حيز النفاذ.